السودان تنشر مفاجأة عن العلاقة مع إثيوبيا الآن، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد المتهم بإرسال تهديد بوجود متفجرات في مجمع محاكم المنيا. ومسؤول مصري كبير يكشف مفاجأة عن مياه نهر النيل والعلاقة بسد النهضة عام 2040. وأسطورة كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس يوجه رسالة مهمة لمحمد صلاح. ننشر لحضراتكم التفاصيل وعاجل بيان هام من الرئاسة بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، وبيان هام من وزارة الهجرة المصرية. جثمان المواطن الذي توفى في إيطاليا يصل اليوم إلى مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. عاوزين نوصل ل 1000 اعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدا في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمه تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا وطنيين وقدها. نبدا مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا. وطبعا زي ما عرفنا امس ان كان في يعني اخبار عن وجود قنبله في مجمع محاكم المنيا. تعالوا نعرف مع بعض التفاصيل. تحرك كبير من الداخليه المصريه ضد المتهم بارسال تهديد بوجود متفجرات في مجمع محاكم المنيا. تمكنت اجهزه الامن المصريه من ضبط القائم على نشر رسائل عن وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا، وهو محام قال إن السبب وراء ذلك هو لتأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية جنائية لموكله. وأعلنت وزارة العدل المصرية أنها تلقت صباح أمس إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة. وحرصا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمقتاضين والموظفين والعمال بشكل سلس وآمن ووفقا للإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع. كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى. ولفتت الوزارة إلى أنه بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا تم تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة، وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر على أي جسم غريب أو متفجرات. وبعد التأكد من سلامة المبنى، مبنى مجمع محاكم المنيا، انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا أمامهم دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أي جزاء قانوني، سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضي. مصدر معانا كان من أخبار اليوم المصرية. طبعا احنا عرفنا دلوقتي ليه المحامي عمل كده عشان يعني يأجل لموكله، أو يعني يخلي يبقى فيه وقت تاني للجلسة في قضية جنائية لموكله. طبعا يعني المحامي ده تم القبض عليه والمحامي ده هيتنفخ. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر اخر معانا. والسودان تنشر مفاجأة عن العلاقة مع اثيوبيا الان. كشفت وزارة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي عن تفاصيل العلاقة مع اثيوبيا، قائلة إن العلاقة السودانية الإثيوبية تشهد في الفترة الحالية توترا على خلفية قضيتي الإدعاءات الإثيوبية في أراضي منطقة الفشقة السودانية، إضافة إلى التعنت الإثيوبي في التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وضحت في مؤتمر صحفي في كلا قضيتين فإن السودان مطمئن تماما لسلامة موقفه. وأشارت الوزيرة إلى أن السودان يدعم حقوق دول حوض النيل في أن تكون هناك مشروعات قائمة على التعاون والتكامل بما يحقق التنمية والاستقرار في بلداننا جميعا. لافتة إلى أن السودان ظل داعما لسد النهضة كحق إثيوبي في تحقيق التنمية،
وقال لكننا فضلنا ننادي أن هذا الأمر يجب أن يبنى على مرجعيات قانونية واضحة. وتابعت التوجه الإثيوبي نحو افتعال المشاكل وخلق التوترات نهج عن هذا أن احنا سكتنا، لعلمنا أن الحكومة الإثيوبية تحاول أن تقفز للأمام من مشاكلها الداخلية وتحاول أن تصرف الأنظار إلى مشاكل أخرى وهمية خارجية. وضحت سد النهضة هو العامل الموحد في إثيوبيا، لذلك مهما وجهت الحكومة الإثيوبية اتهامات لنا عبر البيانات الرسمية وحديث لا يليق بأسس العمل الدبلوماسي ناهيك عن العلاقات الأخوية، لا نرد على هذه الاتهامات بالمثل. وأكدت المهدي أن الحكومة السودانية أعطت قضية سد النهضة اهتماما خاصا لارتباطها بالأمن القومي للسودان، مشيرة إلى أن الدبلوماسية السودانية كثفت جهودها حول هذه القضية وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لتبادل المنفعة لجميع الأطراف. شددت على أن الموقف السوداني في هذه القضية قائم على مرجعيات القانون الدولي وعلى الاتفاقيات السابقة بين السودان وإثيوبيا، وأيضا على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم عام 2015. أوضحت أن السودان يقف مع حق إثيوبيا في تحقيق التنمية وتطوير إمكانياتها، لكن دون إجحاف حق الأطراف الأخرى خاصة السودان ومصر. وتابعت على الأطراف إذا أرادت أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد لا يمكن أن يتحقق هذا الأمر دون وجود اتفاق قانوني. وزيرة الخارجية السودانية قالت أن البيان يمثل استجابة لرؤية السودان بشأن المنهجية الصحيحة لاستئناف المفاوضات، وقالت نأمل إذا توافرت الإرادة السياسية وحسن النية وبمساعدة الأطراف المعنية التوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي انشغالات الدول الثلاث. ولفتت المهدي إلى زيارة وزير خارجية الكونغو الديمقراطية الخرطوم، والذي قدم خلالها مقترحا تفصيليا يمضي في ذات الاتجاه، وقالت سنرد على هذا المقترح خلال الأيام القادمة. أكدت أن السودان يولي أهمية خاصة لعلاقاته مع دول الجوار خاصة مصر. أشارت إلى حرص الحكومة السودانية على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان وتطويرها في جميع المجالات، ونوهت إلى التنسيق الكبير الذي تم مؤخرا بين البلدين في قضية سد النهضة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل من بيان الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية. نطمئن من هذا الموضوع، موضوع سد النهضة أو قضية سد النهضة اللي يعني عاملة مشاكل في الوقت الحالي وبقالها 10 سنين عاملة مشاكل. ننزل مع بعض الخبر آخر، ومسؤول كبير يكشف مفاجأة عن مياه نهر النيل وعلاقة نهر النيل بسد النهضة عام 2040. أكد الدكتور ضياء الدين قوسي مستشار وزير الري المصري السابق أنه بعد عام 2040 ستعاني مصر من نقص شديد في كمية الأمطار، ما سيؤدي إلى نقص في مياه نهر النيل. وفي تصريح لقناة صدى البلد قال القوسي إن هطول المطر على الهضبة الإثيوبية يشكل 85% من إيراد نهر النيل، وأضاف أن المؤشرات تؤكد أنه منذ الآن إلى سنة 2040 هناك زيادة في مياه الأمطار، والسنوات التي تلي ذلك حتى سنة 2100 سيكون هناك نقص شديد في الأمطار. وتابع أن ذلك يستدعي أن نجد حلا عندما يقل إيراد نهر النيل، ولا بد أن تقوم الوزارة بالعمل على 3 محاور رئيسية، وهي تنمية الموارد المائية الحالية والاستفادة من مياه الأمطار والمياه الجوفية وخلق أشكال جديدة من الموارد المائية مثل عمليات التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف، وفي النهاية ترشيد استهلاك المياه. وأشار إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر يفرض احتمالية أن تغمر أجزاء من الدلتا المنخفضة من المياه، وهنا قد تتملح تربة الأراضي الزراعية، ولا بد أن يكون هناك موارد بديلة وأراضي للناس اللي تسكن هذه المنطقة للانتقال إليها. ولفت أن وزارة الري لديها علم بذلك وتضع خططا لمواجهة هذه التحديات والوصول للأمن المائي، وأكد أن التنمية الخضراء تعني منع التلوث في جميع المجالات وتصبح البيئة آمنة وخضراء ونظيفة
مثل أن نستفيد بالطاقة الشمسية. وأشار إلى أن التنمية الخضراء لا تختص بها وزارة الري فقط، بل الوزارات المختلفة عليها أن تتعاون لنصل للتنمية الخضراء، منها وزارات الزراعة والإسكان والسياحة والبيئة، وحتى وزارة الداخلية لها دور في تطبيق القوانين، ووزارة الصحة لديها التوعية بأهمية نظافة المياه للمحافظة على صحة المواطنين. مصدر معنا كان من صدى البلد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر مهم معانا وعاجل، بيان هام من الرئاسة بشأن العاصمة الإدارية الجديدة. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفئي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلا عن تصميمات مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات. كما تم استعراض سير العمل وجهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة أضرحة السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين، والتي تشمل ترميم الصلاة الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية بما يتماشى مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات. كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصة مخطط زراعة أشجار الزيتون على مساحة حوالي 65 فدانا في محيط محطة مصرف بحر البقر، بالإضافة إلى جهود الاستفادة من قطع الأراضي الفاضية غير المستغلة والمنتشرة في بعض المناطق بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن مشروعات تطوير الطرق والمحاور بما فيها تطوير طريق رأس الحكمة بالساحل الشمالي، فضلا عن الدراسات الخاصة بإنشاء محور موازي محور 26 يوليو بالقاهرة. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، والتي تمثل شرايين حياة وتنمية، بالإضافة إلى تحقيق سهولة ويسر للحركة للمواطنين وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وهو الأمر الذي يرسخ الواقع والانطباع الجديد لشبكة الطرق القومية الحديثة التي باتت تتمتع بها الدولة. وعرض خلال الاجتماع أيضا الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية، حيث وجه السيد الرئيس بأن تضم المدينة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلا عن المحلات التجارية والمباني الإدارية والبنوك ومقرات للشهر العقاري، مع مراعاة تزويدها بالمرافق العامة والاستراحات والمطاعم والطرق العريضة، وذلك لاستيعاب التدفق الذي تم توقعه من الزوار والمترددين وتلبية كافة احتياجاتهم. مصدر معانا كامل صحيفة الموجز. نتمنى الخير لمصر إن شاء الله وللمصريين جميعا بإذن الله. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأسطورة كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس يوجه رسالة مهمة لمحمد صلاح، ننشر لكم التفاصيل. تفاعل الأمريكي أسطورة لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة للمحترفين ليبرون جيمس مع أرقام النجم المصري محمد صلاح التي يحققها مع فريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم. وحرص ليبرون جيمس على تهنئة محمد صلاح بوصوله لمباراته رقم 150 بقميص الريدز في البريمير ليج، حيث أعاد نشر تغريدة ليفربول التي يتحدث خلالها عن إنجاز صلاح، وعلق نجم السلة بوضع قلب أحمر بالإضافة إلى تحية اللاعب. وكتب ليفربول على حسابه الرسمي على موقع تويتر: أسطوري 150 مشاركة للملك المصري مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز. مصدر معانا كان من وكالات. نتمنى إن شاء الله بإذن الله الخير والبركة في حياة الفنان والنجم والأسطورة محمد صلاح
نجم وملك مصر في كرة القدم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. آخر خبر سريع، هم كلمتين. وزارة الهجرة المصرية أعلنت وصول جثمان المواطن الذي توفى في إيطاليا إلى مصر. وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم قالت ذلك. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله بإذن الله. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ومثقلتش عليكم بإذن الله. كان معكم إسلام. إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات وبث مباشر جديد، وكل اللي نفسكم فيه بإذن الله مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.